الآن إلى لبنان، حيث شدد مجلس الأمن الدولي على دعواته السابقة لجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدة. وتزامنت هذه المطالب مع قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة على الحدود اللبنانية السورية بهدف ضبط عمليات التهريب وإغلاق المعابر غير القانونية معها. لبنان مجددا على طاولة مجلس الأمن في فصل يعتبر الأخطر من فصول السلم الأهلي، فالبلد المنقسم على نفسه طائفيا وبتحالفات دولية يعود مجددا إلى الدائرة الأولى بطلب أممي بنزع السلاح من كافة المجموعات المسلحة في إشارة نحو حزب الله وحصر السلاح بالجيش اللبناني فقط، حيث دعا بما يعرف بلقاء الجمهورية تحييد لبنان عن صراعات المحاور والالتزام باتفاق بعبدة لأنهما بوابة العبور الآمنة له للخروج من أزمته الاقتصادية. بالوقت الذي رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مستبقا أي قرار ضده باستمرار العلاقة مع سوريا، معتبرا أنها المخرج الوحيد لأزمات لبنان. يأتي الطلب الأممي والبلد في ظل أزمة اقتصادية تعصف به منذ أشهر ومفاوضات انطلقت مع صندوق النقد الدولي على أمل استعادة الاقتصاد اللبناني عافيته في ظل دعم دولي. واحد كان بوت كورونا أحسن. قالوا كتير صعب عيشي، ما في مصاري، ما في شغل، ما في شيء، مسكر كل محل، من ولا عالم تاكل. أعلنت الحكومة اللبنانية إغلاق كافة المعابر غير الشرعية والعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب ووضع خطة لاستحداث مراكز أمنية وجمركية على الحدود اللبنانية في محاولة لضبط التهريب ودعم الاقتصاد، فيما كانت قد أعلنت الحكومة الإغلاق التام حتى الاثنين المقبل.